جهاز كشف الكنوز والفراغات والمعادن في باطن الأرض، الجهاز الألماني جولد ستار 3D سكانر اللي بيعمل معانا بجميع أنظمة البحث، سواء كانت الأنظمة التصويرية في الأثيث الأبعاد أو الأنظمة التصويرية المباشرة أو الأنظمة الاستشعارية بعيدة المدى. الجهاز يوصل معانا لعمق 50 متر في باطن الأرض وأيضا مدى محيطي 3000 متر، قابل للزيادة والنقصان على حسب رغبة المستخدم. طبعا ميزة مهمة جدا استحدثها معانا مصنع ميجا ديتكشن الألماني، وهي أنك تقدر تختار نوع التربة أثناء عمليات البحث، سواء كانت التربة غنية التمعدن أو تربة قليلة التمعدن، تربة طبيعية أو رطبة أو صخرية، تقدر تختار نوع التربة الموجودة عندك في منطقة البحث، والجهاز تلقائيا بيرسل لك جميع المعادن الأخرى، بالإضافة لإمكانية عرض وتحليل النتائج من خلال التابلت المرفق مثل ما هو موضح أمامنا على الرسم البياني. نقدر نعرف الهدف وأيضا نقدر نعرف عمق الهدف بالسنتيمتر في باطن الأرض، بالإضافة إلى الفراغ الموجود معنا. طبعاً إكسسوارات الجهاز بشكل سريع، تيجي معنا الوحدة الرئيسية، أيضاً المستشعر للنظام الاستشعاري بعيد المدى، بالإضافة لاثنين أنتينا مقويات إشارة، الماسح التصويري ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى الماسح التصويري المباشر، أيضاً سماعات رأس مدرجة من المصنع، بالإضافة إلى بطارية ليدوم عمل الجهاز لمدة 12 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى إمكانية الجهاز بالعمل على عدة لغات، بإجمالي 12 لغة بإمكاننا اختيار اللغة المناسبة لنا. من أهم اللغات طبعاً المتوفرة في داخل الجهاز اللغة العربية، بالإضافة إلى كارت ضمان من المصنع لمدة 5 سنوات. للمزيد من الاستفسارات تواصلوا معنا.